والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف السيدة سامية حسين، مستشار الاتحاد العربي للتطوع. السيدة سامية، أهلا وسهلا بك. إلى أي مدى تطور عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي في مملكة البحرين منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني في عام 2001؟ مرحبا، مساء الخير. في البداية حبيت أهني مملكة البحرين حكومة وقيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. نأكد أن هاي الميثاق اللي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى أثمر عن تنمية وعن تطور مختلف مجالات الحياة، سواء كانت هذه المجالات سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية. أما بالنسبة لنشاط المجتمع المدني، أنا أعتقد المجتمع المدني أصلاً جاء من أجل أن المجتمع يستفيد من كل الطاقات ومن كل الأنشطة المدنية اللي موجودة، والميثاق أكد على هذا الشيء، أن البحرين تكفل حرية تكوين هذه الجمعيات الأهلية، سواء كانت جمعيات علمية أو ثقافية أو حتى مهنية، على أساس أسس وطنية واضحة وعلى أساس أهداف مشروعة. ولا يمكن احنا نجبر اي احد انه يقوم باي عمل تطوعي او انه يستمر فيه. بالعكس، ان هاي شيء فتح المجال بشكل كبير حق كل من يرغب في المساهمه لتنميه مجتمعه عن طريق العمل الاهلي. وبهذه الطريقه مثل ما ذكرت ان تكونت مئات الجمعيات الاهليه، وصلت الى اكثر من 500 جمعيه من بعد اطلاق ميثاق العمل الوطني، وهي شيء بحد ذاته أسهم في نهضة المجتمع في نهضة البحرين. وإحنا نفخر أن في بعض المؤسسات في البحرين وبعض الجمعيات الأهلية الموجودة في البحرين تساهم أن هي ترفع من معالم العمل الوطني عن طريق مشاريعها الرائدة وعن طريق صقل مهارات المتطوعين. أنا أعتقد البحرين ساحة عمل، ساحة بناء واسعة يساهم فيها جميع أبناء البحرين، كل من موقعه وكل من مكانه، وفي النهاية الكل يعني يساهم في هاي الشيء عشان تحقيق الهدف السامي للميثاق، وهو مستقبل أفضل للبحرين لكل أفرادها ولكل شعبها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. سيدة سامية حسين، مستشار الاتحاد العربي للتطوع، شكرا جزيلا لك.